نواصل تغطيتنا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات احد لاعبين فريق الملكي الفائزين اليوم. جات في لساني كلمتين الكابتن والنجم، ما عرفت ايش اقول، عرفت شلون؟ حط الذنب النجم والكابتن فعلقت يعني. يلا نواصل تغطيتنا مشاهدينا الكرام، معي في هذه اللحظات احد لاعبين فريق الملكي الكابتن امير العتيبي، المساهم بشكل كبير في انتصار فريقه في هذه المباراه من خلال صناعته لهدفين من الاهداف الخمسه. نرحب فيك كابتن امير عبر شبكه الفارس العالمي. يا هلا والله فيك ونتشرف فيكم. كابتن امير، نظرتك الفنيه بعد هذا الانتصار اليوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك الفريق الملكي ومحبين الملكي الفوز، وهارد لك الفريق الشعب على الهزيمة، ومعوضين إن شاء الله في الأيام الأخرى إن شاء الله البطولات الجاية. كابتن أمير، النتيجة اليوم كانت متوقعة؟ صراحة غير متوقعة نظرا لقوة الخصم، لكن جدية الفريق الملكي من بداية المباراة هي اللي أدت إلى أن تكون النتيجة قاسية شوي على فريق الشعب. زين، من الناحية الفنية؟ من الناحية الفنية طبعا احنا مزمين من قبل المباراة هذه بإذن الله ان نفوز، والبطولة بإذن الله ان شاء الله نقول الفريق الملكي، يعني معزمين من قبل ان الملكي هو ان شاء الله البطل لهذه الدورة. البطولة نقول ملكية يعني بإذن الله. طيب تهدي مين هالفوز؟ اهدي الفوز للمحبين ومشجعين الملكي والفريق الملكي كافة. وشبكة الفارس ما لها نصيب؟ لها النصيب الأكبر لها. أعطيك العافية كابتن أمير لأول ظهور لك عبر شبكة الفارس العالمي. الله يعافيك حبيبي.